شعورك كان ايه وقتها؟ انا يعني في الاول قلت انا فين ونوبل فين يعني، بس ما كانش في حاجه خالص على ربنا. في سنه 2005 تم اعلان الاسماء، وجم ناس من هيئه السلام السويسريه وزاره المكان وشافوا المكان، وفوجئت بكتاب كبير جدا في قصص كفاح الألف امرأة من 153 دولة في العالم، وكنت الوحيدة من مصر اللي اسمي في الكتاب يعني. وذكروا ايه في الكتاب ده؟ ذكروا مجرد البيوغرافي بتاعي وسيرتي، وازاي انا يعني قضية الإعاقة من قضية مهمشة لقضية في الأفق ذات حقوق وفي احترام من كل الجهات اللي في الدولة، كانوا كلهم مسلطين الضوء على القضية دي يعني. طب ودعم زوجك ليكي ودعم أسرتك ليكي في إنشاء مؤسسة قرية الأمل، وكمان في ترشحك لجائزة نوبل للسلام؟ بصي، دعم الأسرة مهم جدا جدا طبعا، لأن صعب قوي إن الزوجة تشتغل جوه البيت وبره البيت ويبقى عندها أولاد ذوي إعاقة وبدون إعاقة، دول محتاجين خدمة ودول محتاجين خدمة، فما كانش ممكن أقوم بكل مسؤولياتي كموظفة خارج البيت وكزوجة داخل البيت وكأم بتربي أولاد في ظل المتغيرات دي كلها يعني. فأنا لقيت مساندة جامدة قوي قوي من الأسرة يعني. ابني الكبير هو اللي علم أخوه الصغير السباحة، هو اللي علمه ركوب الدراجات، ابني حاليا بطل الجمهورية في السباحة وركوب الدراجات. زوجي كان بيشيل مسؤوليات عني كتير قوي، على الأقل إن أنا بره البيت بيقدر هو يشيل عني بعض خدمات جوه البيت. فمساندة الأسرة مهمة قوي قوي، ودي حاجة عايزة أقولها لكل أم عندها ابن من ذوي الإعاقة، لازم كلنا جوه البيت نتكاتف لمساندة الولد أو البنت يعني. بس بنلاقي أمهات كتير ساعات بتستسلم في الحالات دي، ما هو تنصحيهم بإيه؟ ده دورنا بقى، دورنا إن لا للاستسلام لا للضعف، كوني قوية، والمرأة قوية، وده دور المجلس القومي لذوي الإعاقة والمجلس القومي للمرأة. دايما بنوعي الأمهات بدورهم المجتمعي وبنوعيهم إن هم الأبطال الحقيقيين ورا نجاح أولادهم يعني. بنشوف أولادنا اللي بيرشحوا للسبيشال أولمبيكس والبارالمبيكس وكل المسابقات الدولية قد إيه بيرجعوا بميداليات وبطولات، وبنكون فخورين بيهم. ده كله بفضل الأمة، الأم هي البطلة الحقيقية ورا نجاح أولادها. وهل جه على حضرتك وقت كنت عايزة تستسلمي فيه؟ أنا جيت فترة استسلمت في البداية أول 3 سنين من حياة ماجد. طب احكي لنا وازاي اتغلبتي على الشعور ده؟ كنت مريت، لأن ماجد ابني لما اتولد بدون أي حواس. فتخيلي أنت عندك ابنة وشايفة النمو الطبيعي بتاع الطفل، لأن عندي الابن الأكبر، فإزاي عند سن 3 شهور كنت حاسة أنه مش بيشوف، عند سن 6 سنين ما بيتحركش، عند سن 8 سنين لا بيحبي ولا ابتدى يقف. حاسة أنه كان مشاكل كتيرة بيمر فيها وما فيش أي تحسن، صعبة برضو أكيد، ما بيتكلمش، فكل حواسه ما كانتش شغالة خالص. وكنت كل ما أروح من دكتور لدكتور ولفيت العالم وفي الآخر خالص يقولوا لي عامليه زي قطة، عامليه زي كلب، حبيه. طب أنتم يا غرب بتحبوا الحيوانات جدا، بتحبوا الباتس جدا، لكنكم تقولوا لي الكلام ده يعني رد فعلك إيه يا مايا؟ كنت عايزة أرمي روحي في أقرب بالظبط، مفيش حد بيقول لحد كده. لكن بس ما استسلمتيش برضو؟ ما استسلمتش، وقلت لربنا يا رب أنا مش هسيبك إلا لما تعمل معايا معجزة دلوقتي. أنا وصلت للمرحلة بتاعت ال3 سنين لأن كنت بعتمد على الطب وعلى الأدوية، لكن كانت رسالة من ربنا ما تعتمديش على الأدوية، خليكي معتمدة عليا. وفعلا يعني الواحد لما بيحط اتكاله وإيمانه على ربنا وما يرفضش العطية اللي ربنا بيديها له. خدينا أكتر في البروسس بتاعت أول يمكن 10 سنين وانتي لسه مش فاهمه قوي ودي حاجه جديده عليكي وحاجه صعبه، ده صحيح، اتعاملتي ازاي طول الفتره دي؟ خليت ايماني كله بربنا وحسيت ان ربنا اداني عطيه لازم احافظ عليها، وحسيت ان عمر ما ربنا بيديكي عطيه وحشه او عطيه منقوصه او عطيه نص نص،
دايما عطايا الله صالحة وكاملة. طبعا دي بقى باتكالي عليه حسيت مرة، وكان ماجد تم الثلاث سنين وكنت سايباه على الأرض ولعب أخوه منطورة حوالينه اللي هي مستر بيبي وشيكو واللعب البسيطة ديت يعني. فكنت قاعدة بدأ ربنا أقول له يعني يا رب يعني قل لي أتعامل معاه إزاي، عايزة أفهمه، عايزة أتقرب منه أكتر، ساعدني. وكنت قاعدة ببص لماجد وكنت حاسة إن زي ما يكون ربنا في اللحظة دي كان سمعني وأنا بدأي، وببص لماجد لقيت لأول وهلة عينيه ابتدت تتحرك. كان عنده كام سنة؟ ثلاث سنين، والطفل الطبيعي بيشوفه هو عمره 40 يوم. حسيت إنها معجزة بالكامل. شلت ماجد وجاي أناوله البيبرونة، حسيت إن عينيه بتتحرك لأول وهلة لتجاهي. اديتك أمل بقى. دي كانت بداية الأمل، ومن ساعتها قلت لربنا أنا مش هسيبك، أنا هفضل بنفس إيماني متمسكة بيك، وأنا شاعرة إن الولد ده هيتغير وإنك هتدهوني لقصد ما. هي حاجة بصراحة مش سهلة خالص. الحقيقة أنا فخورة بحضرتك جدا. عايز أعرف إيه خطط يعني. إيه خطط مؤسسة قرية الأمل في الفترة اللي جاية؟ قرية الأمل حاليا بتشتغل بنظام التشبيك مع كل الجمعيات الأهلية. يعني أنا عمري ما عندي المعلومة أو خبرة السنين دي كلها وبخبيها من نفسي، بالعكس يعني بأكثر جدا جدا من التوعية، ودي حاجة مطلوبة في مجتمعنا، وده ملف الوعي اللي أنا ماسكاه حتى في المجلس وفي المجتمع ومع الجمعيات. دوري رفع الوعي تجاه الأسرة وتجاه المجتمع عموما بقضية ذوي الإعاقة.